اليوم يا رابع الطلاب الغايبين طبعا عشان يكونوا معنا فراح نصور الدرس. الدرس راح يكون عن الاسماء الموصوله. طبعا احنا بدانا وحكينا ما معنى الاسماء الموصوله. مين بيعرف ما معنى كلمه اسماء موصوله؟ يا يوسف. طب ما احنا بنحكي اسماء. تمام، هلا هو بحكي لكم هي حرف. بزبط يا يوسف، بنحكي حرف وهي اسماء؟ تمام، اذا هي ايش؟ اسم. ممتاز، رائع. هي جملة تصل الجملة القبل بالجملة التي تأتي بعد. طيب برأيكم هل الاسم الموصول لوحده هل هو ذو معنى وكاف لإتمام المعنى ولا لا يكتمل معنى إذا كان لحاله؟ يا روز، ممتازة. إذا نرجع نعيد، الأسماء الموصولة هي عبارة عن أسماء تصل الكلام الذي قبله بالذي بعده، يعني بتوصل عندنا جملتين ليس بينهم ترابط، بيجي الاسم الموصول او ياتي الاسم الموصول ويصل بينهما. طبعا هي كلمه اسماء ليس لها معنى لوحدها او لا يكتمل المعنى اذا جاءت لوحدها. تمام، الاسماء الموصوله عندنا ست اسماء. راح نبدا باول اسم موجود امامكم وهو الذي. الذي طبعا انا حاطت لكم موجود عنده امامه صوره، بدنا نعرف من خلال الصوره اللي امامه الذي لمن يستخدم الاسم الموصول الذي. تعليم يعني حكت مذكر، بس هل هو للجمع يعني الذي؟ ممتازة. إذن أول اسم وهو الذي هو اسم موصول يستخدم للمفرد المذكر. تمام، واحد يستخدم للمفرد المذكر. تمام، نروح على الاسم التالي. يلا يا محمد، التي لمن يستخدم؟ تستخدم المفرد المؤنث. رائع، إذن يستخدم هنا للمفرد المؤنث. تمام، حمزة، اللتان لمن يستخدم هذا الاسم؟ في عندنا مفرد، في عندنا مثنى وعندنا جمع. مثنى. للمثنى المذكر أم المؤنث؟ مؤنث. تمام، ممتاز. إذن للمثنى المؤنث. يلا يا بشرى، عندنا الاسم الموصول اللذان لمن يستخدم؟ للمذكر. تمام، للمذكر، هل هو مفرد ام مثنى ام جمع؟ يا سوار، للمثنى المذكر. هم اثنان. تمام يا بشرى، اذا هنا للمثنى المذكر. تمام، يلا يا نور كريزون، الذين لمن يستخدم هذا الاسم الموصول؟ عندنا مفرد، في مثنى، في جمع. جمع المذكر. رائعة، إذن الذين يستخدم للجمع المذكر. يلا الاسم الموصول الأخير، مين حكى عادي لو أنا؟ لا روز جاوبتي قبل شوي. يلا يا يوسف، اللواتي لمن يستخدم؟ للجمع المؤنث. تمام، ممتاز، للجمع المؤنث. إذا نرجع نحكي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة أول اسم موصول وهو الذي ويستخدم للمفرد المذكر. ثاني اسم موصول وهو التي ويستخدم لمين؟ للمفرد المؤنث. اللتان يستخدم لمن؟ للمثنى المؤنث. اللذان؟ للمثنى المذكر. الذين؟ للجمع المذكر. واللواتي؟ للجمع المؤنث. ممتازة، إذا هاي هي الأسماء الموصولة. الآن معكم خمس دقائق راح أسمع لكم الأسماء الموصولة وكل اسم موصول لمين بنستخدمه. تمام؟ اليوم جاب سمع عن الأسماء الموصولة التي، الذي، اللتان، اللذان، الذين، اللواتي. التي تستخدم للمفرد المؤنث، والذي للمفرد المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، والذين للجمع المذكر، واللواتي للجمع المؤنث. رائع. درسنا عن الأسماء الموصولة التي، الذي، اللتان، اللذان، الذين، اللواتي. تمام، لمن يستخدم كل اسم موصول؟ التي يستخدم للمفرد المؤنث،
والذي للمفرد المذكر، واللتان للمثنى المثنى المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، والذين للجمع المذكر، واللواتي للجمع المؤنث. تمام.